السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالأشغال نتاع التوسعة نتاع جامعة أم بواقي اللي الآن هذه التوسعة يعني تعرف المراحل الأخيرة من يعني نهايتها قبل عملية التجهيز والافتتاح، واللي هذه التوسعة تتسع لقرابة 8000 طالب في تخصصات جديدة تاع يعني التكنولوجيا تاع المعرفة والذكاء الاصطناعي وبعض الفروع الجديدة التي تم استحداثها لتتماشى مع المتطلبات تاع التكنولوجية والاقتصادية في المراحل يعني في المرحلة الحالية نتاع النمو تاع الجزائر في محيطها العالمي. أترككم تتابعون الفيديو هذا، والسلام عليكم.